نروح لأرض الملعب أعزائي المشاهدين، هنروح لزمايلنا طبعا أو مراسلنا بالأرض الملعب محمد توفيق ونورهان طمان. اتفضل يا محمد. مساء الخير كابتن هيثم، تحياتي لحضرتك ويوسف الكرام في الاستوديو، كابتن طاهر رجب وكابتن كريم ضيف وكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان وكل جماهير كره السله المصريه اللي بيتابعونا على شاشه قناه النادي الاهلي. تجدد اللقاء وجوله جديده من جولات استوديو الابطال ومباراه الاهلي ومصر للتامين في اطار مباراه الجوله الثالثه للدوري السوبر في المرحله الترتيبيه او المرحله التمهيديه. وطبعا كابتن هيثم يمكن حضرتك وكمان يعني الاستوديو التحليلي استوديو الابطال في قناه النادي كان ليه فضل كبير جدا ان كل جماهير كره السله في مصر تتابع وتعرف نظام البطولات. طبعا دي المرحله الترتيبيه، كل فريق بيلعب مع سبع الفرق الاخرى مباراتين بنظام الذهاب والعوده للترتيب من 1 لـ8، وبعد كده طبعا عارفين نظام البطوله، الاول بيلعب الثامن، الثاني بيلعب السابع، الثالث بيلعب السادس، والرابع بيلعب الخامس في مباراه بيست اوف 5، او اللي بيكسب ثلاث مباريات اولا بيتاهل للمرحله الثانيه. طبعا كان لحضرتك بالتحديد طبعا واحد من اهم لاعبي كره السله في مصر الفضل ان كل الجماهير تتثقف وتعرف قوانين كره السله وتمشي ازاي. يعني المباراه النهارده كان على الاجواء، يمكن النادي الاهلي طبعا وصل من بدري جدا، كانوا موجودين بقياده المدير الفني اوجست بوش هنا في صاله الامير عبد الله الفيصل داخل النادي الاهلي، كمان فريق مصر للتامين، يمكن اجواء اكثر رائعه بين الفريقين. ده كان على سبيل الاجواء، كمان بقى المعلومات وموقف الفريقين نعرفه من الزميل عزيز نورهان طبعا. برحب بيك طبعا، سعيد ان معاكي منوره النهارده في استوديو ابطال. يعني قول لنا معاك ايه النهارده؟ برحب بيك يا محمد وبرحب بيك كابتن هيثم كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. طبعا توفيق قال معلومات كتيرة عن كواليس فيما قبل المباراة، ولكن خلينا نروح للمعلومات أيضا عن الفريق. الفريق طبعا النادي الأهلي كالعادة متصدر جدول المسابقة برصيد 4 نقاط من فوزين حقق فيهم العلامة الكاملة، بينما مصر للتأمين بيحتل المركز الرابع برصيد 3 نقاط. كمان عايزين يمكن نقول لكم عن غيابات اليوم أو أبرز غيابات اليوم. إيهاب أمين بيغيب بسبب عملية الزايدة، طبعا بألف سلامة إيهاب، وطبعا نجم كبير من نجوم الفريق. كمان مروان سرحان شرخ في إصبع اليد، أما محمد أبو النصر فالتهاب في وتر أكيليس والجهاز فضل إراحته في المباراة اليوم. كمان خلينا نقول لكم انه يمكن شاهدنا قبل يعني انطلاق المباراه، ولا زلنا طبعا احنا قبل انطلاق المباراه، تعليمات يا محمد وتوجيهات من المدير الفني مستمره حتى في يعني عمليات الاحماء. شفنا دعم نفسي كبير جدا من المدير الفني طبعا مستر اوجستي للاعبين، مش بس فني، يمكن شفنا توجيهات كتير جدا يا محمد ممكن تكلمنا عليها. بالفعل كابتن هيثم، بالفعل مشاهدينا الكرام، يمكن النادي الاهلي النهارده يعني ان شاء الله يواصل مسيرته وانطلاق كابتن هيثم ولا اروع السنه دي، بطوله منطقه القاهره امام نادي الجزيره، بعد كده البطوله العربيه واداء ولا اروع، والنادي الاهلي بيستطيع بالفوز بالبطوله، بعد كده كمان دوري المرتبط امام نادي الاتحاد في مباراه كبيره في النهائي ان شاء الله. كمان يعني جهود مجلس الاداره والتدعيمات الكبيره اللي عملتها السنه دي سواء على صعيد الجهاز الفني او كمان اللاعبين، تتوج ان شاء الله ببطوله دوري السوبر لكل جماهير النادي الاهلي منتظرها، وان شاء الله النادي الاهلي يواصل موسم رائع يحقق فيه العلامه الكامله بكل البطولات. عايز اقول لك كمان كابتن هيثم، يمكن النهارده على سبيل يعني التاريخ، النهارده في مثل هذا اليوم النهارده 17 ديسمبر 2016 كان النادي الاهلي فاز ببطوله دوري ابطال افريقيا لكره السله اللي كانت محمد اكيد طبعا اللي كانت بتقام هنا على صاله النادي الاهلي. ويمكن في التوقيت دوت او في هذه البطوله كابتن طارق غنام المدير الاداري الحالي لفريق النادي الاهلي حصل على لقب احسن لاعب في البطوله. ان شاء الله يا رب دايما تبقى كل ايام تاريخ النادي الاهلي وحاضره كلها بطولات ومزيد من البطولات، والنادي الاهلي يبقى دائما وابدا رقم واحد في كره القدم وفي جميع الالعاب وان شاء الله في كره السله كمان. دي كانت كل الاجواء هنا من داخل صاله الامير عبد الله الفيصل بالنادي الاهلي بالجزيره. تعود الكلمه ليك كابتن هيثم وضيوفك في استوديو الكره. اتفضل كابتن. محمد توفيق ونورهان بشكركم شكرا جزيلا، وفكرتوني الحقيقه بايام جميله. يمكن نهائي بطوله افريقيا كان ليا الشرف ان انا اغطيه في استوديو النادي الاهلي، وكنت انا اللي بغطي النهائي، وكنت الحمد لله ليا الشرف ان انا سعدت بهذا الفوز. بشكركم انتوا فكرتوني باليوم ده، الحقيقه من اسعد ايام حياتي. كنت اتمنى اكون في الملعب لان كنت لسه مبطل بعديها بسنه، ولكن الله سبحانه وتعالى يشاء ان انا اكون في الاستوديو بحتفل مع الفرقه. بشكركم شكرا جزيلا زملائي العزيز محمد توفيق ونورهان طمان.